آية وأعجوبة. الشمس السوداء، السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. جعل للشمس مسكنا فيها، من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. عندما تشرق الشمس ويطلع حر النهار يخرج الإنسان إلى عمله وشغله، وعندما تغرب يرجع إلى بيته. فالشمس لحكم النهار والقمر والنجوم لحكم الليل. وهذه الأنوار العظيمة خلقها الله في اليوم الرابع من الخليقة عندما قال: لتكن أنوار. وهذه الأنوار تكون لآيات وأوقات وأيام وسنين، أي تكون لمعجزات في أوقات محدودة ثم تنتهي. فالخالق صنع القمر للمواقيت، والشمس تعرف مغربها، وأظهر قدرته السرمدية وعنايته وحبه ورحمته للإنسان، وخلق الشمس لتشرق على الأشرار والصالحين، ومن خلالها يعلن عن مجيء ابن الإنسان الثاني لكي يدين الأشرار ويملك على الأرض. سوف نتحدث عن ثلاث آيات عجيبة لظلمة الشمس، وكيف من خلالها يتواصل الله ويتحدث وينبه الساكنين على الأرض عن نهاية هذه الأوقات وانقضاء الدهر. أولاً، أظلمت الشمس في قصة موسى وفرعون عندما رفض فرعون أن يطيع مشورة الله ويطلق شعب إسرائيل من مصر ليعيدوا للرب ويعبدوه. فقال الرب لموسى: مد يدك نحو السماء ليكون ظلام على أرض مصر حتى يلمس الظلام. فمد موسى يده نحو السماء فكان ظلام دامس في كل أرض مصر 3 أيام، لم يبصر أحد أخاه ولا قام أحد من مكانه 3 أيام، ولكن جميع بني إسرائيل كان لهم نور في مساكنهم. ثانيا، أظلمت الشمس عندما صلب يسوع على الصليب من الساعة 6 إلى الساعة 9، وكانت ظلمة على الأرض كلها، وانشق حجاب الهيكل إلى 2 من فوق إلى أسفل، وصالحنا مع الله، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين. ولما رأى قائد المئة والذين معه يحرسون يسوع الزلزل وما كان، خافوا جدا وقالوا: حقا كان هذا ابن الله. ثالثا، سوف تظلم الشمس في الضيقة العظيمة الآتية على العالم، أي بعد اختطاف الكنيسة، والاختطاف قد يحدث في أي لحظة الآن، وهذه أخبار سارة للكنيسة. ثم تبدأ الضيقة العظيمة، وفيها سوف يفتح يسوع ببهائه وعظمته الختم السادس ليرعب الأرض كما قال يوحنا الرائي. ونظرت لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت، والشمس صارت سوداء كمسح من شعر، والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض كما تطرح شجرة التين سقاطها إذا هزتها ريح عظيمة، والسماء انفلقت كدرج ملتف، وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغاير وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور: اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ يقول الكتاب إن هذه الزلزلة العظيمة لم تحدث من قبل، فالناس يدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. أعزائي، إن ما حدث في الشمس آية وأعجوبة ليتحدث الخالق من خلالها ويظهر قدرته السرمدية لفرعون وشعبه، لأنهم عصوا كلامه وأهانوا مشورة العلي، وأيضا ليحفز شعب إسرائيل أن يحفظوا أوامره وفرائضه ويطيعوا شرائعه. كما أظلمت الشمس عندما صلب رب المجد وأطلق عهد النعمة والرحمة والفداء والسلام والحق والفرح على الأرض، وصرخ يسوع من على الصليب
بصوت عظيم وقال: قد أكمل وأتمم العمل. فأخذ أسقامنا وحمل أمراضنا، وأحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ولا يريدنا إلا فرحين. وقال: أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. فقد سفك دمه ليعطي الخلاص والحياة الأبدية، لأنه مكتوب: دم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية ويعطينا الحماية، أرى الدم وأعبر عنكم، ويعطينا أيضا الشفاء، بجلدته شفينا. وأخيرا في الضيقة العظيمة، عندما تظلم الشمس وتصير سوداء والسماوات لا نور لها، سوف يطلق يسوع غضبه على الأشرار والذين رفضوه، ومن أجل ذلك تنوح الأرض. عزيزي القارئ، إن يسوع هو نور العالم، وهو ينير لك الظلام ويضيء لك الطريق للحياة الأبدية. قال يسوع: أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكث في الظلمة. عليك الآن أن تعترف بخطاياك وتقبله مخلصا لحياتك، فيغفر لك خطاياك وتصبح من الأبرار وتضيء كالشمس في ملكوت أبيك. ولا توجد أي قوة تستطيع أن تمحو اسمك من سفر الحياة وتطرحك في آتون النار في الظلمة الخارجية بدون شمس، حيث البكاء وصرير الأسنان. فاختار الآن، هل تريد أبدية مظلمة أم تريد أبدية ينيرها الرب الإله؟ ولا تأتي إلى دينونة، بل تنتقل من الموت إلى الحياة، ومن الظلمة إلى نور الحياة الذي عندما تراه سيفرح قلبك ولا ينزع أحد فرحك منك. هل تقبله الآن في قلبك؟ لأن الوقت قريب والشمس سوف تصير سوداء.